السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ماشي مباراة جيرار مورينو جول اول ياتي لفريق فياريال عن طريق الهداف القدير جيرار مورينو، يرفع حصيلته التهديفية في هذه النسخة من هذه البطولة الى 5 اهداف ليتساوى في قائمة اعلى. خطأ دفاعي هنا في هذه اللحظات، الهدف الاول الله لا تقطي أمام الهولنديين، العقاب يأتي سريعا، الضربة تأتي سريعا، الهدف يأتي سريعا، الخطأ ممنوع، رفقة الهولنديين، لاحظ الكرة الملعوبة الخبير من هذا المكان لروما 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 الله جول لمصلحة روما. الخطأ الذي يأتي ليس حكرا لروما وحدها، بيليغريني يرسل الكرة لمصلحة روما، خطيرة 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 الله جول البرازيلي، إيبانييز يسجل في اللحظات دوري الأبطال. فريق على بنك البدلاء لقاو كل من الاتسيو بوريلا استانسيو على التصويب والدفاع في عملية الاعتراض من اوسكار من هذه المباراة يواجه اياكس او تتعدى هذه المرة اكتور بيرين على طرف عرضية ودم عرضية كورة وتدخل من بيرين مازال التصويب قوية واول فرصة من لوكاس بروفاد انهاءها في المركز الثاني المجموعة الثانية. جابرييل ترجع من جديد التوزيع مامو جامبوريل ساكا يدخل منطقة الجزاء ساكا العرضية لاكازيت يتعدى ويليان والمتابعة وضربة المخالفة يقول حكم المباراة إكبيرك تمشي كورة لاكازيت لبو كايوساكا لاكازيت في دار المدافع سيما عنده الوقت للعرضية خير يلعب خسيرة استانسيو ورات في دار الدفاع قلت خطيرة بوكايو ساكاي ضيع كورة افتتاح التسجيل ممتاز الانطلاق ولو انه هناك راس بقولدينغ بوكايو رابولدينغ توزيع مرة تمام لاكازيت وتامين الدفاع من توماس بارتي خير لمين لاكازيت يختار القوة الحل الفردي والقوة في التصويب من الكسندر لاكازيت ويليان بوكايو ساكا تولى كورة بالراس مدافع سلافيا براغ ويليان بوكايو ساكا خطيرة ذي كورة اولاينكا والتصويب دفاع على الفريق التشيكي بوكايو رجع الدفاع والخطا رجع بسرعة قول الدفاع فريق سلافيا براغ بريك مسات الكرة في الملعب لروبولدينغ وكولر الامتياز لكولر رصيد يتعدى بوكايو ساكا ممتازة كرة لاكازيت بوكايو وبوريل في تايمينج ممتاز في اعتراض عرضية بوكايو ساكا يرفع كرة ممتازة ويليان الترويض وتدخل من نيكولا استانسيو او جرانيت جاكا ويليان التنفيذ وتضرب على القائم كورة ويليان الى قرج ساكا وسيدريك يستعد جامبوري في عرضية ثانية دافيد زيما لعبد الله دياب وضربة المخالفة لارسنال هذا عبد الله دياب رصيده انذار دافيد زيما مرفوعة كورة ويليان خروج بكورة لوكاس بروفات خطيرة كورة يام ويليان يرجع لسيدريك ممكن هذه سيدريك العرضية مش الكسندر لاكازيت والهدف الأول مش ممكن يا كورة ترفض لاكازيت العارضة الزاوية 90 بين القام والعارضة كورة
كورة لكوشتا، يمشي كوشتا ويرجع عليه جابرييل على مارتين. جابرييل كل هذه كورة سيدريك في عرضية يان كوشتا. خطير سلافيا براغ، خطير الفريق التشيكي. قلت نجح في الدو بوكايو مع ستانسيو، عرضية ولا كاسيت بين أولاش وبا أليسانكو لا بيبي، يدخل بيبي، بيبي جول، بيبي جول، بيبي جول. انتقدته بعد دخوله في هجوم الأرسنال بديلا لبوكايو ساكا، والحل يأتي من أقدام الإيفواري نيكولا بيبي. لوكاش يرفع كرة في القائمة الثانية، هدف التعادل، هدف التعادل. سلافيا لم يرمي المنديل، وتوماس أولاش يعدل النتيجة لسلافيا براغ. أنقذ الأولى لي، لم ينجح في إنقاذ الثانية. وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، البحث هنا عن كرة رور، وتلعب حول منطقة الجزاء، والبحث هنا عن تسديدة، وكرة محاولة هنا للتقدم والانطلاقة، والكرة ومحاولة باحثة عن درب المرمى، الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن والمحاولة للتقدم إلى وسط الملعب، سولدادو بكرة جميلة، تغيير اتجاه اللعب، ومحاولة ملعوبة، وكرة تلعب إلى وسط الملعب، والبوغبا يبحث عن ولعبة كأنه فيها هدف، كأنه فيها هدف، كأنه فيها هدف، ولكن ولا تمريرة، ومحاولة باحثة عن بيساكا، العرضية من جانب بيساكا، وكرة للأمام، والنقلة هنا أمامنا، المحاولة ملعوبة ولكن تمر، والتقدم للأمام، ومحاولة لتسديد وإلى 93 جاء بالإعجاز سولشاير، محاولة هنا أمامنا والعرضية داخل منطقة لونس في الأمام، هاري ماغواير، الإبعاد من ماغواير، ماك توميني مكانك يا برونو، لكن مرت عادت إلى راشفورد، التسديدة والكرة إلى ركلة مرمى، حاول كانت عايزة شباكة الجزاء ولهاري ماغواير، بول بوغبا تمريرة بعدها يستكمل الحديث. هنا المحاولة عن كرة عرضية، كرة داخل منطقة، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الله في غفلة من الجميع ومن مخرج المباراة، في لحظة كانت الهجمة لفريق غرناطة، وما لبث مخرج المباراة أن عاد إلا ووجد راشفورد محتفلا بالهدف الأول، مبتدئ التقدم للأمام من ماكتوميني، كرة هنا أمامنا وتسديدة ومرت إلى ركلة ركنية. تمريرة يا سلام بصورة جميلة، هنا المحاولة لكرة عرضية والرأسية ملعوب، الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة لكرة عرضية والاختبار يأتي يا ديخيا، الاختبار يأتي يا ديخيا، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، البحث عن رأسية ولا للانطلاقة، التقدم هنا يأتي أمامنا، والكرة محاولة ملعوبة والانطلاقة، بحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، في غمضة عين، في غمضة عين ظهر الحظ، محاولة المرور والعرضية والجزاء، وأيضا تعود هنا التسديدة، هذه المباراة وهنا حاول داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة. مباراة رقم 5767 حقق فيه بيساكا، بيساكا يبحث عن المرور، بيساكا وحاول، ولكن إذا إيدينسون كافاني قادم إلى داخل أرضية الملعب، حاول للتقدم والانطلاق، الفرصة حاضرة والبحث عن تسديدة الأهداف في أمر هذه المباراة، المحاولة داخل منطقة الجزاء والكرة العرضية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، كينيدي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كافاني في بحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وكرة كافاني يتقدم للأمام، وهل من فرحة تسديدة في الجول، هدف يأتي عن طريق برونو فرنانديز، رغم أن راول سيلفا قرأ